صباح الخير. صباح النور، عرفتي تنامي من الدوشة؟ هما يعني اللي ساكنين في الحتة دي ما بيناموش أبدا. أيوة بس خطتين في الراس توجع، نركب أتوبيس ونسكن في شقة تقرف زي دي. يا حبيبي إحنا يوم فوق ويوم تحت، بابا أحواله كويسة في الشغل نبقى فوق، يخسر نبقى تحت. يا كتبي فين؟ في الصندوق. أنهي صندوق؟ ده. أدور على هدومي ولا أدور على الكتب؟ وزمان المحاضرة ابتدت، لازم آخد تاكسي. سلفني 25 قرش. ما كانش تعزي يا نهد، ما معيش ولا مليم. كذاب، انت اخدت امبارح من ماما 50 قرش. انت بتصدقي؟ دي اشاعة. اشاعة؟ نهد. على مهم لسانك، هرجعهم لك بكرة. ميرسي. صباح الخير يا ماما. صباح النور. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا. باي باي. ايه ده؟ راحة فين؟ مش لما تفطري؟ هاخد سندوتش في الجامعة. باي باي. باي باي. اديت لها فلوس يا عبد الحميد؟ لسه واخده جنيه من يومين. وجنيه يعمل ايه في الزمن ده؟ في الزمن ده فيه ناس مش لاقيه القرش مش الجنيه. ما تفوقي بقى يا سنيه. عاوز اوصل اقرب اجزاء خانقوه بسرعه. لكن ده ما يصحش. اعملي معروف، والدتي في خطر ولازم الحق اجيب لها الدواء. اطلع يا قسطى. بسرعه من فضلك. ضروري هنلاقي اجزاء خانه. ما تخافش. من فضلك يا دكتور، عايز الدواء ده بسرعه من فضلك. اشوفه لك احسن، في الحياه ناقص من السوق. فضل. كام؟ 195 قرش. لقيت الدواء؟ ايوه، بسرعه من فضلك رجعنا لنفس الشارع اللي جبتنا منه. يا رب يا رب يا رب ما يحصلش حاجه. هي عندها ايه؟ أزمة ربو وسايبها لوحدها في البيت. إن شاء الله ربنا هيشفيها علشان خاطرك. استنى من فضلك، أنا هنزل هنا. اتفضل. هي علاقة وثيقة الصلة. قولي لي، لو في واحدة جات لها أزمة ربو وما خدتش الدواء تموت؟ طبعا. تسألي ليه؟ أبدا. مش معقول. انتي؟ أنا جيت أطمن على مامتك. وجيتي لحد البيت؟ ونسيت إني معرفش اسمك. عصام. وانتي؟ نهد. وزي ماما دلوقتي؟ الحمد لله، ارتاحت بعد ما خدت الدواء. انا مش هنسلك الجميل ده طول عمري. جميل ايه؟ ما تتصورش كنت صعبان عليا زي الصبح، وفضلت مشغوله طول المحاضره. انت في كليه ايه؟ في الاداب. وانت؟ سياسه واقتصاد. لكن زي ما تقابلناش قبل كده واحنا زمايل. وجيران؟ جيران؟ ايوه، من امبارح بس. وكل يوم هتروح الجامعه في نفس الميعاد؟ ايوه. في تاكسي برضو؟ مش دايما، حسب الاحوال. والاحوال ايه بكره؟ اتوبيس. ولاد اختي، ما تفضلي معانا. معلش. ميرسي. مع السلامه. باي باي. أنا دايماً باجي هنا لوحدي، وساعات باجي أنا وهالة وسحر وطارق. أما تعميم بشكل لك حق تحبهم. أنا مش بس خالهم، أنا أبوهم كمان. نفسي ما يحسوش بالحرمان اللي حسيت بيه وأنا صغير.
أنا أصلي جربت قسوته لما مات بابا. أنت شايل مسؤولية كبيرة قوي، أكبر من سنك. في ناس ظروفهم بتخليهم يعيشوا في عمري أكبر من سنهم. تصوري ساعات بحس إني عجوزة. يعني أقول لك يا جدو. نهد، أنا حاسس إننا نعرف بعض من زمان. وأنا كمان. تصوري إننا اتقابلنا امبارح بس. إزاي الوقت فات بسرعة كده؟ احنا لسه ما كلمناش. نتكلم بكرة، ده بكرة الجمعة. انت ما بتخرجيش يوم الجمعة؟ بخرج. طب ليه ما نتقابلش؟ هو لازم نكون رايحين الجامعة؟ طب يلا بينا. اتحلل بقى قبل ما وصلت وتنزحم. خليكي انا وصلت معايا، منير صاحبي هيفوت عليا بالعربية بعد شوية. يا سلام، وافرض ما فاتش. وفيها ايه لما تستنى نص ساعة ولا ساعة؟ يعني هي صاحبتك مستنياك في الشارع؟ لا مستنيني في البيت، بس لو اتأخرت عليها هتنزل، وانا فاتتني محاضرة مهمة قوي عايزة انقلها منها. باي باي بقى. مش قلت هتكتب جواب لسليم ده؟ كتبت له، مفيش غيره يقدر ينقذنا من الورطة دي. خلي ايدك في ايدي يا ناهد، سيبيها تقول لي كل اللي عايز اعرفه. عرفت يا عزام؟ يا ريت كل الناس تحب، يا ريت كل الناس تشوف الدنيا زي ما احنا شايفينها. ماما، انتي امي وصاحبتي، عشان كده هقول لك على حاجه. انا بحب. وايه اخره الحب ده؟ الحب ملوش آخر، مفيش حاجة في الدنيا هتبعدنا عن بعض. عن إذنك، باي باي. عصام، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ مالك يا عصام؟ مفيش. بلاش نركب أتوبيس، تعال نتمشى مع بعض. اللي يعجبك. عصام، مش هتقولي مالك مبوز ليه؟ مين الواد اللي كنت بتكلميه ده؟ ده ياسر زميلي. بتغير؟ هغير من ايه؟ هو مين ده اللي هغير منه؟ مبسوط قوي؟ ايه؟ عايزني ابوز زيك؟ وهتفضل مبوز كده لغايه امتى؟ مش عارف. اوعى تفضل مبوز لغايه بكره. بكره عيد ميلادي. ده اول عيد ميلاد ليه واحنا مع بعض. بعدين ان شاء الله هنتقابل بكره. انا اسف قوي تاخرت عليك. انت عارف لما باجي مصر ما بخلصش من الزوار. ازيك عبد الحميد، وحشتني. لا قول لي، قبل ما ابعت لك تلغراف ان انا جاي، كلمتك في التليفون من 4 ايام، رد عليا صوت غريب. ما انا بعت الفيلا كمان. انا نصحتك اخر مره كنت فيها هنا، فاكر؟
قلت لك العمليه دي خسرانه ما سمعتش كلامي. كله يتصلح. بتقول كله يتصلح ازاي؟ انا عارف بقول ايه، ما تحملش هم، اطمن. الاولاد عاملين ايه؟ الحمد لله. مش هتيجي تشوفهم؟ ده انت وحشهم قوي. ده عيد ميلاد ناهد النهارده. وانا معقول انسى عيد ميلاد ناهد؟ كل سنة وانت طيبة يا ناهد. وانت طيب. الله. اسمعي للآخر، هتلاقي في كلام كتير عايز اقوله لك. مريحة للنظر مش كده؟ ايوه. ده انا مش عاوز اشيلها ابدا. الغالي بيجيب الغالي. ميرسي قوي. كنت فين؟ وحشتيني من زمان. هي بقى السجاير اللي وحشاكي. عشان ما تجيش اللي على ايديك. الله، ميرسي جدا يا انكل. هي دي بالظبط اللي انا كنت عايزها. حضرتك جبتها من بيروت؟ من الكويت. كل حاجه من بلد. واقامه حضرتك الدايمه فين؟ ماليش اقامه دايمه. محل اقامتي بيحددوا الشغل. لو في مصر ببقى مصري، لو في بيروت ببقى لبناني، لو في نيروبي ببقى افريقي. شربات. بس انا زعلان من ناهد. ازاي تبقى عارفه ان انا جايه عشان عيد ميلادها وما تستنانيش؟ حقها هي اللي بتحل القعده. اتفضل يا سليم بيه. ميرسي. اونكل سليم اهلا. الحمد لله على السلامه. وحشتنا قوي. انا اسفه المواصلات زحمه جدا. اتفضل. انت لسه زعلان؟ الحقيقه ما اقدرش امثل الزعل اكتر من كده. حد يشوف الوش الحلو ده ويفضل زعلان. كل سنه وانت طيب. يجنن يا حبيبتي. احنا قلنا الغايب مالوش نايب. يا بابا. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا عمو. يا ترى هيعجبك يا عصام؟ صحتك. في صحتك. على فكرة أنا فكرت في حالتك كويس، ولقيت إنك لو مسكت شغل هنا في مصر هتعوض كل اللي خسرته في بحر سنة بالكتير. أنا مش عارف أشكرك إزاي، وربنا يقدرني إن أكون عند حسن ظنك. لولاك ما كناش عملنا عيد ميلاد لناهد السنة دي. ناهد في عينيا من جوه، ما تتصوريش هي غالية عندي قد إيه. عشان كده أنا فكرت أخطبها لسعيد ابن أخويا اللي جه معايا السنة اللي فاتت. عجبته من يوم ما شافها. سعيد زي ابني بالظبط، واخلاقه مش موجوده. عشان كده انا وافقت، لان ناهد تستاهله، وده طبعا هيوثق العلاقات بينا اكتر. الحقيقه هي مفاجاه، بس سعيد بيه هيستناها لما تخلص الجامعه. يا سيدي تقدر تكمل في اي جامعه، في سوريا، في لبنان، في لندن. اما موضوع محمد فتقدر تعتبر عقد عمله في جيبك قبل ما تخرج. وسعيد بيه ما جاش معاك ليه؟ سعيد مسؤول عن شغلي في دمشق، ما يقدرش يسيبه. حلو. مبروك عليكي. ميرسي قوي يا عمو. اتفضل اتفضل.
انسانة وانت طيبة يا بنت. كل سنة وانت طيبة. انت طيب. لسه ليكي عندي هدية في عيد ميلادك ده واللي بعده واللي بعده. دي فزورة؟ سعيد ابن اخويا. مش فاكرة؟ لا مش فاكرة. ما هو اللي يعرفني لازم يعرف سعيد. ده زي ابني بالظبط. ده سعيد بيه هو اللي ماسك شغل عمك في الخارج. ايه رأيك فيه بقى؟ لا انت اوجه يا عمي. عمك سليم جاي النهارده يخطبك لابن اخوه سعيد بيه. قلت ايه يا ناهد؟ انا لسه ما خلصتش الجامعه. سعيد ما بيقعدش في اي بلد اكتر من شهر او شهرين. تقدري تكملي تعليمك في دمشق، بيروت، لندن، باريس، اي بلد تعجبك. انا من رايي ان الجواز مش لازم يوقف التعليم. ما قلتش رايك يا ناهد. انا اسفه مش ممكن اتخطب دلوقتي. بلاش خطوب، اتجوزي على طول. هو مديني توكيل اكتب الكتاب. بابا. طيب انا فكري على مهلك. البنات كلهم كده دايما متعبين. دي شبكتها. الله يا حبيبتي يا ناهد امرح افرحها. مالك؟ حد يتقدم له مليونير ويقوم متضايق؟ بصي شوفي شوفي الشبكه. حتى لو كانت ب10,000 جنيه مش عايزاه. يا ماما انا بحب عصام وانت عارفه. يا بنتي مش ممكن، يعني مش ممكن. انا عارفه انك بتحبي عصام، بس عصام مش المستقبل. حتى لما ينجح فين وفين عبال ما يتعين. وبكام؟ ب25 جنيه. يا بنتي طوعيني، الحب حاجه والمستقبل حاجه. ما انت اتجوزتي اللي حبيتيه. ما كانش ابوكي. اما بخصوص اتفاقنا فانا هتصل بالمحامي عشان نتقابل الصبح ونمضي العقد، وانا واثق ان رد ناهد هيكون اوكي. استاذي انا بقى. انست وشرفت. مع السلامه. ايه يا ناهد؟ قلت ايه؟ بابا انا مش موافقه على الجوازه دي. يخلصك ابوك يتمرمط في شيبته. ما انتش حاسه بيه. احنا عايشين بالدين. ابوك مش صغير عشان يقدر يبتدي حياته من جديد. سليم بيه مقدم لنا ايده. لو قلت لا هنضيع كلنا. لازم نحطهم قدام الامر الواقع. اتجوز دلوقتي. مش ممكن. اخطبني منهم ونتجوز بعد ما تتخرج. برضو ما اقدرش. وكمان مش معقول يقبلوني ويرفضوا مليونير. اوعدني ان احنا هنتجوز وانا هرفض سعيد وهصمم على رفضي. بس الجواز عمره ما يكون وعد. الجواز يعني اخدك اتجوزك حتى لو ما ردوش اهلك. ما حدش يقدر يوعد بحاجه ما يقدرش عليها. وانا ما اقدرش دلوقتي على الجواز. ما اعرفش بكره هقدر ولا ما اقدرش. يمكن اموت، يمكن ما اشتغلش. كل اللي اقدر عليه دلوقتي اني بحبك واتمنى اتجوزك
اتمنى اسافر بره، اتمنى ابقى مليونير، لكن ما اقدرش اوعد اني هسافر بره او اوعد باني اتجوز. الاماني حاجه والوعد حاجه تانيه. وانا اعمل ايه؟ انت اللي تقرري مش انا. انا اقدر اذاكر لغايه ما انجح، بعدها اقرر اني اشتغل، بعدها اقرر اني اتجوز. يمكن بعد سنتين، يمكن بعد 10. تقدري تستنيه ده كله؟ انت اللي تقرري مش انا. سليم بيني انا وافقت على جوازي من سعيد. طلعت بنتي صحيح. انا كنت عارف انك هتوافقي في الاخر يا نايم، وتاكدي انك مش هتندمي. الف مبروك يا بنتي. مهر نايم 3000 جنيه. مبروك. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا عروس. ده يساوي مبلغ 3500 جنيه. مش خسارة في الإيد الحلوة دي. وريني يا ناهد. الله، شوف يا بابا. مبروك يا حبيبتي. بكرة تجيب لعروستك زيه لما سليم بيه يبعت لك تشتغل معاه. سلام يا سليم بيه. الله يسلمك. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. هو سعيد لسه ما وصلش؟ لا يا فندم، ما وصل. أنا بعت له تلغراف امبارح. أرسل برقية بيقول فيها إن عملية الكويت اتأخرت وهيكون بكرة في دمشق. نزلت الشنط هنا ليه؟ مش هنسافر النهارده؟ هنضطر نبات هنا، ورايا شغل، وهي فرصة تتفرجي على بيروت. Thank you.
ناهد. ايوه مبسوطة يا ناهد؟ قوي، دي بيروت تجنن. ده انت تجنني. ايه ده يا سليم بيه؟ سيبني ارجوك، ده انا مرات ابن اخوك، ده انت زي ابويا. ما هو لو كنت اقدر كنت بقيتي مراتي. خلينا نتفق، ابقى ابوكي قدام الناس وبيني وبينك ابقى جوزك. ايه رايك؟ ايه رايك؟ سيبني ارجوك. رؤتي، أنا كل باب معايا مفتاحه، عمري ما تسد في وشي باب أبدا. وبعدين بقى سيبني، سيبني بقولك، سيبني سيبني، اوعى سيبني. لو ما بعتش هرمي نفسي من الشباك. طب اطلعي وانا انام في الاوضه التانية. لا، تحت امرك. من فضلك عايز احجز اول طياره مسافره مصر. بامرك يا فندم. صباح الخير، ارجوك تعالي. انت زعلانه مني؟ ارجوك ما تلمسنيش. انا ما اقصدش اضايقك. لو مش عايز تضايقني رجعني مصر. أنا متأسف على اللي حصل. ما أعرفش صرفت كده إزاي. يمكن عشان شربت كتير. أنا عايز أرجع مصر. ترجعي إزاي؟ وسعيد اللي مستنيكي في دمشق، أرجوكي انسي اللي حصل عشان خاطري. لما أروح هناك هقوله. أنا اعتذرت لك كفاية. يلا جهزي نفسك عشان هنسافر دلوقتي. الحمد لله بالسلامة يا سليم بيه. الله يسلمك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. إزيك؟ يا مرحبا. إيه أخبار المكتب؟ خير إن شاء الله. نايد هانم عروسة سعيد. أهلا وسهلا. ياسر مدير مكتبي في المطار. أهلين. زهير وكيل أعمالي. أهلين. عدنان سكرتيري. اتفضلوا أنتوا وأنا حاب أتصل بيكم بالتليفون. بتريد شيء؟ شكرا أوي. بالسلامة. نورت بيتك يا عروسه. امال سعيد فين؟ ازاي ما يستنانيش وعارف ان انا جايه النهارده؟ هتعذريه لما تعرفي مشاغله قد ايه. حاجه طارئه عطلته، لكن ضروري هيرجع دلوقتي او هيتصل. اهلين سعاده البيت، الحمد لله بالسلامه. ازيك يا نظيره؟ نظيره مديره البيت. اهلين وسهلين، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. دي اوضتك.
لو احتجت لأي حاجة دوسي على الجرس، هتلاقي نظيرة في خدمتك، وأنا موجود تحت لأي طلب. متشكرة قوي. اتفضلي. اتأخرت 10 دقايق. لحظة واحدة خليك معايا. سعيد عايزك. هو فين؟ في التليفون اللي جنبك. ألو ألو ألو. الحمد لله بالسلامة يا نادر. الله يسلمك. هتيجي بكرة؟ أيوة، أرجوك تقبلي عذري يا نادر. أنا مستنياك. مع السلامة. مع السلامة. ها؟ اطمنتي؟ مش قلتلك لازم في حاجة طارئة عطلته؟ بيقول هيجي بكرة. طب إيه رأيك بقى؟ نتعشى هنا ولا تحبي نخرج برا أحسن؟ لا نتعشى برا. شوية مزة وكافيار. مبسوطة؟ تحبي ترقصي؟ ترقصي؟ تعبانة. على راحتك. أهلين سليم بيه. أهلاً أهلاً، إزيك يا أستاذ عيين؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أهلاً ممدوح بيه. أهلاً سليم بيه. أهلاً علي هانم. ناهد هانم عروسة سعيد. مدام عليا وجوزها الاستاذ عيل ممدوح بيه. مبروك. ما تتفضلوا تقعدوا معانا. معلش مفيش داعي نضايقكم. لا ابدا، تفضلوا خدوا كاس. طيب اتفضل. لكن امتى سعيد اتجوز؟ سعيد في شهر العسل. مبروك. مبروك يا عروسه. مبروك. الله يبارك فيكم. لكن فين العريس؟ عنده شغل في بغداد وهيجي بكره. عروستنا من مصر. ايوه يا هلا. اول مره تيجي سوريا؟ بكره لما تعيشي فيها مش هتحس باي غربه، هتحس انك في بلدك وبين اهلك وناسك. انا متاكده، وخصوصا بعد ما شفتك. في صحه العروسه. في صحه العروسه. في صحتكم. انا كنت ناوي اجي لك الشركه بكره يا استاذ ممدوح عشان اشوف تم ايه في الموضوع بتاعنا. انا كتبت المركز الرئيسي ومستني الرد. انت عارف الموضوع ده مهم بالنسبه لي قد ايه، وانا معلق عليه امال كبيره قوي. ساكنين فين؟ فين؟ في بلدان. اه ده احنا جيران. شو رايك افوت عليكي بكره الصبح افرجك على البلد؟ يا ريت. خلاص اتفقنا. ترابيزه فضيت هناك. هلا بحجزها. باذنك. مبروك يا عروسه. وتشكر. كنت احب اقعد معاكي اكتر من كده، ما تخليكوا قاعدين. اصلنا عازمين ناس على العشاء. ألف مبروك وعن إذنك. عن إذنك. اتفضل. أشوفك بكرة إن شاء الله. صحتك يا عروسة. إيه؟ ما بتشربيش ليه؟ مش متعودة أشرب. تحبي نقوم؟ أيوة. في ايه؟ نهد، ايه رأيك ناخد كاس؟ أنا متعود آخد كاس في البيت بعد السهرة.
وكمان نقعد نتكلم شوية. أنا ما بشربش وتعبانة وعايزة أنام. أنا انتظرت كتير ومستعد أنتظر أكتر عشان عيونك. تصبحي على خير. صباح الخير يا نهى. صباح الخير. ايه رايك؟ حلو قوي. قولي لي، انتوا تعرفوا سعيد كويس؟ معرفه سطحيه. كل اللي نعرفه عنه انه شاب ناجح ومستقبله عظيم. انت لازم تبقي سعيده بيه قوي يا ناه. اللي واخد عقلك كل ده عشان سعيد قد كده بتحبيه؟ يلا افرجك عن المغارة تجنن. قولي هو كل شغل سعيد مع سليم بيه ملوش مكتب خاص بيه؟ انت قلقانه ليه؟ بتسالي على سعيد بعد ما اتجوزتي؟ انا اتجوزته بتوكيل. اهلين وسهلين. اتفضلي اتفضلي يا ناهد اتفضلي. اهلين اهلين وسهلين. اهلين وسهلين بالعروسه. ازيك يا استاذ عقيل؟ شو اتاخرتوا؟ انت لففتيها سوريا؟ الحقيقه ما حسناش بالوقت. الله بيتكو جميل قوي. هذا بيتك يا ناهد. هي اول مره تبعدي عن اهلك. بدي اياكي تعتبريني مثل اختك. متشكره قوي. انا محضر لكم مفاجاه بالجنينه. تفضلوا. مفاجاه؟ اتفضل يا ناهد اتفضل. استاذ ممدوح طبعا بتعرفين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شو رايك بالحفله؟ تجنن. يا ترى حبيت سوريا؟ اه قوي. Hey!
النور. انت اتاخرتي قوي كده ليه؟ هو سعيد رجع؟ لسه زمانه جاي. كنت هقعد لوحدي اعمل ايه؟ وانا معقول كنت هسيبك تقعدي لوحدك؟ كنا هنقعد نتكلم سوا او كنا هنخرج. على العموم انا قضيت يوم حلو قوي. بس وحشتيني طول النهار. هتسيبيني برضو وتطلعي اوضتك؟ اخرج بره. انت لسه عامله تكليف بينا. كل ده وما فهمتيش. لسه ما فهمتيش. لا. انا بحبك يا ناهي، بحبك. وبعدين ما عاجبك. ناهي. اوعى. بحبك. اوعى. بحبك يا ناهي. اوعى سيبني. بحبك. ناهي. سيبني. بحبك يا ناهي. سيبني بقى. سعيد، انت جيت؟ شايف اللي بيجرالي؟ لو كنت اتاخرت لحظه واحده ما كنتش هتلاقيني. سعيد، سليم بيه كان في اوضتي دلوقتي. ده اللي انت عامله زي ابوك وخليته يخطبني باسمك. سعيد، انا عارفه انها صدمه ليك، بس كان لازم تعرف. احنا لازم نسيب البيت ده دلوقتي حالا. هو حصل ايه؟ بتقول حصل ايه؟ لسه ما فهمتش؟ اساله على اللي حصل، مش هيقدر ينكر. انت ساكت ليه؟ انا عايزه اعرف انا مراتك ولا لا؟ والله انا ما اعرفكيش عشان اتجوزك. كل اللي اعرفه ان عمي بعت لي جواب قال لي انه عمل عقد جواز باسمي. وازاي تديله اسمك يعمل بيه عقد جواز؟ وماله، ده عمي وانا بشتغل معاه، وفي الشغل ممكن اعمل عقود باسمه وهو يعمل عقود باسمي. لما عجبتيه عمل عقد جواز باسمي. فيها ايه دي؟ ده شغل. وبعدين انت خسرانه ايه؟ انت قبلتي تتجوزيني عشان فلوس عمي مش عشان سواد عيوني. يبقى خليكي لعمي. رجعني مصر. مصر؟ ما خلاص. إن ما رجعتنيش أنا هرجع لوحدي. ما تقدريش. أولاً لأنك متجوزة ومش ممكن تسافر إلا بإذن جوزك. وثانياً لأن عندي مكتب في المطار. أول ما توصلي هناك هيبلغوني. وبعدين خلينا نتكلم بصراحة بقى. إيه الفرق لو كنت اتجوزتيني ولا اتجوزت سعيد؟ اعتبري نفسك اتجوزتيني. انت ما تقدريش تقولي انك بتحبي سعيد لانك ما شفتهوش خالص. سيبها دلوقتي ترجع. هتروح فين يعني؟ عمل فيكي هيك يا ناهد. سليم كان عايزني. انا رايي تبقي عندنا لحد ما يرجع سعيد. رجع وشاف وسكت. ازاي؟ انا ما يهمش سعيد، انا مش مراته. ده كان عقد سوري. ضحكوا عليا. مش قادره اصدق. سمعت يا عقيل؟ لازم نبلغ البوليس. البوليس ما يقدر يعمل شيء، البوليس بده دليل. ساعدوني اني اسافر مصر. احنا معاك يا ناهد، لا تخافي. ابوس ايديكم، رجعوني مصر. مش ممكن ترجعي مصر. لازم سعيد يوافق. وحتى اذا سافرتي، سليم مش هيرضى يخليه يطلقك. هيفضل معلقك. والحل؟ الحل الوحيد ان سعيد يطلقك هنا. في سوريا. سليم مش هيوافق. لا ممكن يوافق. سليم ليه مصالح كتير عندي في الشركة، وفي سبيل مصلحته ممكن يبيع أي شيء. إزاي؟ اطمني يا ناهد وسيب الموضوع ده عليا. بس أنا مش ممكن أرجع البيت ده تاني. القهوة يا سليم بيه. ملهاش لزوم. علشان نعرف نتفاهم. نتفاهم في إيه؟ تضيع عليا مشروع ب 30,000 جنيه وتقول لي نتفاهم؟ أنا؟
طبعا انت كان في ايدك تمشي المشروع في الشركه. يا ما في مشاريع كتيره ممكن نتفاهم فيها لو توافق. اوافق على ايه؟ نهي تطلع. هي المساله كده، دي قصاد دي بالظبط كده. بس لو نهد اتطلقت هخسر من ناحيه تانيه، ده انا دفعت فيها الوفات. دي لو كانت ملكه ما كانتش كلفتني ده كله. اعتبرها صفقه صعبه وخسرتها. بس دي خساره مش هعرف اعوضها. زي ما دي صفقه صعبه في صفقه سهله، وكل شيء ممكن يتعوض لو وافقت. اوافق على شرط تتنازل عن المؤخر وترد كل اللي خدته. واللي انت خدته اسليم بيه؟ لو كنت خدت حاجه ما كنتش هبقى خسران، ولا ايه يا ممدوح بيه؟ التنازل. ممدوح بيه، احنا مش اتفقنا انها تتنازل عن كل اللي خدته؟ الورقة معاك، اقراها كويس. بس في حاجات خدتيها ولسه ما تنزلتيش عنها. مثلا يعني الفستان اللي عليه كده كلفني 1000 ليرة، ودي حاجة يعني من الحاجات اللي دفعت فيها دم قلبي. أنا عمري ما شفت هيك أبدا. بس انت ناسية معاك الخاتم السوليتير. انت عارفة تمنه كام؟ 3500 جنيه، يعني 1800 دينار، يعني 25,000 ليرة. انت طالق، دي أول عملية نخسر فيها. عشان باسمك. ابقي اكتبي لنا يا نهد، ولا راح تنسينا؟ انا مش ممكن هنساكي ولا هنسى كرم اخلاقك يا استاذ عقيل. مش عارفه اقولك ايه يا ممدوح، اي كلمه شكر مش كفايه. ما تقوليش كده يا نهد، انت انسان يا ممدوح، وانا مش ممكن هنسى جميلك ابدا. اشوف وشك خير. الحمد لله على السلامة. وحشتيني موت. ازاي سعيد؟ اهدى كله، اهدى كله. الظهر لميتي كل اللي في سوريا ولبنان وجبتيه معاك. ما كانش لازم ده كله ابدا يا ناهد. الحقي شنطك يا ناهد. دول مش شنطي. تاكسي. سمو الاميرة، اتفضلي. قولي لي يا ناهد. يا سلام عليك يا سنية، استنى عليها شوية لما تاخد نفسها. مش جاييني صبر. ازاي تقطعي شهر العسل وتيجي تزورينا؟ وليه سعيد بيه ما جاش معاكي؟ انا اتطلقت. بتقولي ايه؟ اتطلقتي؟ مش معقول. اتطلقتي ازاي؟ وليه؟ ما تتكلمي، سايبانا نهري وقاعده ساكته حضرتك. قولي لي ازاي تم الطلاق؟ اسألي نفسك ازاي تمت الجوازة؟ وانت هتعرفي ازاي تم الطلاق؟ هو في جوازة تمت زي جوازتك؟ شبكة ايه؟ ومهر ايه؟ وفلوس ايه؟ وهدايا ايه؟ تقدري تنكري؟ انكر ازاي؟ بس لازم تفهمي ان سليم بيه ما صرفش ده كله عشان يجوزني لسعيد. سليم بيه كان عايزني لنفسه، ابن اخوه ما لمسنيش. فهمتي بقى؟ فهمتي انا ليه اتطلقت؟ يعني زي ما سافرتي زي ما رجعتي؟ بالظبط. حتى الهدوم اللي اشتراها لي من هنا اخدها. سبت له كل حاجه عشان اتطلق. الفستان ده مش بتاعي، ده بتاع عليا، الست السوريه اللي فتحت لي بيتها وقفت جنبي. وازاي تتنازلي عن حقوقك؟ الطلاق بالنسبه لي كان معجزه، اتحققت على ايدين ممدوح. طب كنت صبرت شويه،
يمكن كنت لقيت طريقة غير انك تتنازلي. دي اللي بتتجوز غني بتكسب منه اذا اتطلقت اكتر ما هي عايشة معاه. ضعنا. هنقول ايه للناس؟ الناس هتقول علينا ايه؟ طول عمرنا سمعتنا زي البرلنت. ناهد، الحمد لله على السلامة. جيتي امتى؟ بقالي 10 ايام. تعالى، أنا عايزاك. أنا السبب. لو كنت قدرت أتجوزك، ما كانش حصل ده كله. وما كنتش اتعذبت كده. أنا نسيت العذاب ده كله، مش بس نسيته، حبيته عشان رجعني ليك. أنا دلوقتي محتاجة لحبك أكتر من الأول. ما تعذبنيش يا ناهد، الحب يعني أنت وأنا، الحب في دمك وفي دمي. لكن الجواز يعني انا وانت والناس، يعني المجتمع، والمجتمع عشان نعيش فيه لازم نشتغل ونكسب. المجتمع ما يحترمش الانسان الا اذا بنى نفسه، وانا لسه ما بنيتش نفسي. انا اللي جات لنا من تحت راسك مصيبة. مصيبة ايه؟ اتفضل اهري. سليم بلغ العقد اللي كان بينه وبين ابوكي. احنا في نار وانت دارة تتفسح. ماما، انا شايف ان احنا نعالج الموقف بطريقة غير العنف. ناهد قالت لي انها بتدور على شغل وهي عايزة تعتمد على نفسها. تشتغل ايه بالثانوية؟ أعمل حرة؟ سكرتيرة عند واحد بعشرة جنيه يبصبص لها بتمنهم وأكتر؟ ألو؟ أيوة موجودة. نقول لها مين؟ دي واحدة. نه، تليفون عشان واحد اسمه وندوة. طيب يا حمد. الو ممدوح، الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ وصلت امبارح بس، ودخت لما عرفت نمره تليفونك. ازيك يا ناهد، وحشتيني. تسمحي لي اقابل بابا؟ طبعا اتفضل. بس تعرفي عشان ايه؟ عشان اكلمه عنك واستاذنه اني اخطفك منه. وطبعا قبل ما قابله لازم قابلك عشان توافي على اللي حولهوله. ها قابلك امتى وفين؟ ناهد، لو طلبت منك تتجوزيني توافي؟ انا عارف اني قابلتك في ظروف صعبة، ما كانش ممكن في الظروف دي تفتحي قلبك لاي انسان. عشان كده مش هكلمك عن حبي ليكي. انتي محتاجة لشيء اكتر من الحب، للامان، للحنان. هتلاقيهم معايا يا ناهد لو توافق. انا ما اقدرش دلوقتي على الجواز. الاماني حاجه والوعد حاجه تانية. انت اللي تقرري مش انا. انت اللي تقرري مش انا. ازاي تسمح الراجل ما نعرفوش يجي يزورنا؟ تقدري تقولي لي جاي يعمل ايه؟ يمكن جاي عشان نشكره. فاكر انه جاي بيديب من ديله لما خرب عليها ومشي في طلاقها. ما تتكلموش عليه كده قبل ما تعرفوه. ومين قال لك ان احنا عايزين نعرفه؟ يا بابا مش هتخسر حاجة لو قابلته. ده إنسان له مكانته ونفوذه أكتر من سليم. هو جاي يطلبني منك. أنا
هو هيجي امتى؟ بكره. استاذ عبد الحميد، انا سعيد جدا بمعرفه حضرتك. وانا كمان يا استاذ ممدوح. ماهر حكيت لي عن شهامتك ورجولتك وقوفك جنبها في ازمتها. انا ما عملتش غير الواجب يا عمي. انما قول لي يا استاذ ممدوح، ناهد هتعيش معاك في سوريا؟ لا، ممدوح اتنقل وكيل عام الشركه في بيروت، وبعد 3 ايام هيستلم شغله. وان شاء الله ناهد هتكون معاه. انما انتوا مستعجلين كده ليه؟ مفيش داعي ناجل الجواز، ما دام ناهد موافقه وحضرتك موافقه يبقى نكتب الكتاب على طول. وانا كمان موافق، بس على شرط تلحقيني بعقد العمل بعد لما اتخرج. عقبالك يا محمد. اسمح لي يا محمد. اتفضل. اسمح لي. اتفضل. انا بغير. ده ابن عمي. ولو اللي ترقصي معاه لازم يكون بينك وبينه مسافه 30 سنتي على الأقل. أوعدك يا نهاية الابتسامة الحلوة مش هتفرق شفايفك طول ما احنا مع بعض. معلش يا ناهد، وحشتيني. مش تقولي انت كمان وحشتني؟ وحشتني قوي. الو؟ ايوه موجود. مسيو جبران؟ دي واحده. مسيو جبران؟ الو مسيو جبران، انا اتصلت بيك مرتين في المكتب. الله يسلمك. هكون سعيد قوي لو قبلت دعوتي بكره. حفلة بسيطة، والمدام لازم تكون موجودة طبعا. انت صاحب الحفلة. أوربار. مين ده اللي هتعمل له حفلة؟ مسيو جبران هو اللي رشحني امسك مكتب الشركة هنا. ده راجل مهم قوي هناك. وعايز الناس تانيين؟ طبعا في غيره كتير، ناس اعرفهم وناس يهمني اعرفهم. كويس انك قلت لي، مش ههتم بيه اكتر. أنا وأنتِ بس اللي عارفين الحفلة دي معمولة عشان مسيو جبران. لازم يفهم كل واحد من الموجودين الحفلة دي معمولة علشانه. دي مهمتك يا ناه. معلش، بكرة أتعلم أبقى زوجة رجل أعمال. فطبعاً اضطريت إن أنا أمضي العقد على طول. بس كده كويس أوي. عن إذنك حضرتك، تعالي يا ناه. بونسوار مالك جبران. مسيو جبران. نهد. اهلا بالعروسه. بونسوار. نورتي بيتي. ميرسي، انا سعيده قوي بمعرفتك. عروستك حلوه يا ممدوح. ميرسي وكوما. كل الحفله دي معموله علشان اقل حاجه تليق بمقامك. اتفضلوا. اتفضلي.
وحشتيني من اول الحفله ما ابتدت. ودلوقتي لسه وحشاني. ممدوح الناس بتبص لنا. كلهم يحسدوني عليك. نهت مسيو قداح وصل. مين مسيو قداح؟ بيني وبينك ده اهم بالنسبه لي من مسيو كبران. تعالي. بصوا يا مدام. مسيو قداح انا مبسوط قوي انك قدرت تيجي. اقدم لكم عروستي. نهت. بونسوار. مبروك عروسه. ميرسي. اهلا وسهلا تشرفوا. اتفضلوا. مالك يا ممدوح؟ اتضايقت لما شفتك بترقصي. ما كنتش عارف اخد بالي منك ولا ما بتكلمني. انت بتغير؟ انا اللي من حقي اغير. انت شرطت عليا لما ارقص على بعد 30 سنتي. وانت لما بترقص بتلزق في اللي معاك. انا اللي حاسس ده النهارده. ده شغل. طمني مفيش اكتر من كده. ثم كمان مش لازم تعملي زي ما بعمل. بس الحفله كانت هايله. وتلاقيك كلفتها كتير. 600 جنيه. يا خبر، وازاي تدفع ده كله؟ مش كتير انك اكسب الناس دول ب 600 جنيه. شغل علاقات. ال 600 جنيه دول ممكن يرجعوا لي 6000. انت بتفكر بطريقه غريبه قوي يا ممدوح. انا بفكر بعقلي. لكن مش دايما. مبروك. الله يبارك فيك. ناس كتير يتمنوا يمضوا العقد ده بدالك. انا مش عارف اشكرك ازاي على ثقتك بيا، واوعدك انك مش هتندم عليها. الليله هنتعشى سوا، وطبعا المدام هتكون موجوده. طبعا. في صحتك. مبروك يا حبيبي. دي اول فرحه تخش قلبي من بعد موت المرحومه. امتياز ومرتبه شرف كمان. الحمد لله، دي أول أمنية تتحقق في حياتي. فاضل أقول لك مبروك على العروسة. ماما. أيوة يا حبيبي. ماما. هحضر لك العشاء. بسرعة من فضلك يا ريس. روحي. ممدوح، إيه رأيك؟ عجبتك؟ دي جنة مش شقة. صحيح. يا خبر، ده أنت ذوقك يجنن هناك. ما انا عارفه. تعالى اوريك بقى الاوضه. تعالى تعالى تعالى. اقعد والركن ده عشان ترتاح فيه لما ترجع من الشغل. بس ده مفيش الكرسي واحد، وانا مش ممكن ارتاح الا لما يكون في كرسي تاني علشانك. تعالى. ودي نفسي يجي فيها سرير صغير ودلاب صغير ونملاها باللعب. لسه بدري على الموضوع ده يا نهت.
لما نبني نفسنا الاول نبقى نفكر في الاولاد. منتهى العقل. انت كده دايما تفكر بعقلك. الو؟ ايوه انا ممدوح. انت متاكد هيوصل النهارده؟ طارق توصل الساعه كام؟ طيب متشكر. ناهد، في خبر مهم قوي عرفته دلوقتي. ايه؟ عباس شاكر رئيس مجلس اداره الشركه هيوصل بيروت بعد ساعه. لازم نروح نستقبله في المطار. هي دي اول مره هتتعرف عليه؟ اول مره ومش عايزه تمر كده. تعرفي عباس بيه في ايده امسك مكتب المغرب؟ ولو مسكت المكتب ده هتكون خطوه لقدام، قدام قوي ان شاء الله. يلا روحي البسي عشان تكوني هناك بعد تلت ساعه. يلا. متشكر. اهلين عباس بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلين عباس بيه. اهلا وسهلا. يا خبر، ده مش احنا بس، كل دول جايين يستقبلوه وكلهم برضو عايزين يكسبوه. تمام زي سابق خير. تعال. تذاكر الشنط يا فندم. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا فندم. اسمح لي اقدم لك نفسي، ممدوح لطفي وكيل الشركه. اهلا. اهلا وسهلا. احنا نعرف بعض من الامضه بس، دي اول مره نتقابل. المدام يا فندم. الحمد لله على السلامه. اهلا. ده انا افتكرتك موظفه في الشركه، قلت ده مستوى الجمال ارتفع عندنا قوي. انا بسمع عنك يا ممدوح انك شاطر قوي. دلوقتي تاكدت انك شاطر وعندك حظ كمان. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا عباس بيه. عربيتكم فين؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. مالكش حق يا ممدوح. اصل ممدوح ما عندوش وقت، ليل ونهار في الشركه. انا عمري ما شفت واحد زيه بيحب شغله. لا يا ممدوح، لازم تديناها حقها، ولا عايزها تكره الشركه وصاحب الشركه. بالعكس، دينايت هي اللي دايما بتشجعني. الحقيقه ممدوح انسان ناجح ويستاهل كل خير. يعني استاهل مكتب المغرب؟ انا ما انكرش انك كفء، بس ما اقدرش اقول لك اوكي 100%. انا وعدت ناس تانية. انا واثق من حسن اختيارك. لازم تعرف يا ممدوح ان المكتب ده هتكون مسؤوليته كبيرة، وبصراحة لازم اعرفك اكتر واقعد معاك اكتر. معرفتي بيك عن قرب هتخليني اتخذ قرار كويس بالنسبة لك. انا تحت امرك في اي وقت. طيب ايه رايكم نسهر الليله دي سوا؟ طبعا نايل لازم تيجي. طبعا طبعا. تحب نقوم؟ اتفضل. اتفضل اتفضل يا فندم. ما في ساعه غير اثنين استاذ. طب اتفضل يا استاذ عبد البيه. اتفضل. طيب ما تركب انت مع المدام؟ لا معلش اتفضل انت، انا هستنى. اتفضل. ما تخافيش، أنا جنبك. أنت لسه خايفة؟ يا خبر، ده أنت إيديك متلجة أوي. لا خلاص، ما بقتش خايفة. على العموم لو خفتي تاني تبي تندهيلي. اختراع لطيف أوي التريفليك ده. ألطف ما فيه إنه بيجمع اتنين سوا ويطير بيهم بعيد عن عيون الناس.
ويقربهم قوي من بعض. لا لا انا ما استحملش البرفان ده، ده مثير مثير قوي. يا عباس بيه ارجوك. جريه يا ناهد، انت لسه ما لبستيش. قلت لك مش رايحه يعني مش رايحه. يا ناهد انا تعبانه، روح انت. بس هو عزمك يا ناهد، بلاش نضايقه لحد ما يوافق. اعتذر له باي حاجه، ده مش وقت اعتذارات دلوقتي. انا محتاج لوجودك جنبي. تعالي على نفسك شويه عشان خاطري، ده مستقبلنا يا ناهد. انا املي كله امسك مكتب المغرب. بصحكم. بصحتكم. على فكرة أنا عجبني المطعم اللي رحناه النهاردة. إيه رأيكم أعزمكم بكرة؟ عشان نركب التريفليك تاني؟ أصله عجبني أوي. أوي أوي. نروح بكرة. مش كده يا ناهد؟ إن شاء الله. لطيفة الرقصة دي. ما تيجي نرقص. تعالي مالي؟ ما برقصهاش. تعالي مالي كمان. تليفون إلك عباس بيه. عن إذنكم. إيه ده يا ناهد؟ دي طريقة تكلمي بيها؟ قلت لك ما بستظرفوش. مش مهم استظرفيه. الراجل عازمنا مش عشان نبوس في وشه. أرجوك يا ناهد. الشغل ورايا ورايا. جالي تليفون من المغرب لازم اسافر بعد يومين. اوام كده؟ الحقيقه انا مش ممكن انسى ابدا اليومين اللي قضيتهم معاكم. ولا احنا عباس بيه. طبعا اذا احتجت اي حاجه تبقى تطلبني في اي مكتب من مكاتبي. انا مش عارف اشكرك ازاي. اصلا انا اقتنعت بيك قوي. وحبيتك، وأي طلب تطلبه مني موافق عليه. أنا طالب الوحيد إنك تكون راضي عني، وما تنسانيش وأنت بتختار. ممدوح، إذا كنت عايز تكمل السهرة خليك أنت، أنا مروحة. وعليه نقوم كلنا؟ معلش. تسمحي تقولي لي ايه اللي عملتيه ده؟ ما كنتيش قادره تيجي على نفسك وتستني شويه؟ صداع ايه اللي جالك فجأه؟ ده كان على لسانه كلمة موافق. ضيعتي عليا فرصة العمر. أنا عايز أعرف كم مالك النهارده. إزاي ما أنتش فاهم؟ إزاي ما خدتش بالك؟ أنا كان لازم أوقفه عند حده. ده راجل عجوز وتلحس. ده راجل قليل أدب. يعني أعمل له إيه؟ أضربه ولا أطرده من البلد؟ ما أعرفش. لازم تعرفي إن هو اللي يقدر يطردنا إحنا الاتنين. لما يفسخ عقدي مع الشركة وأرجع أشتغل ب 30 جنيه. عباس بيه ما اتصلش؟ اتصل بيه عشان احجز له تذكره ومسافر بكره. عباس بيه شاكر من فضلك. سويت 911. ممدوح. خرج. ما سابش خبر رايح فين؟ عباس بيه ما اتصلش؟ لا. وما جاش الشركه كمان، وكل ما اسال عليه يقولوا لي يا خرج يا نايم. ناهد انا حاسس انه بيتهرب مني. عامل نفسه زعلان؟ يتفلق. ده احنا اللي نتفلق ويضيع مستقبلنا كمان لو ما عرفتش اكلمه اما يسافر. يا ناهد لو رحنا مراكش هنتنقل نقله تانيه. فلوس ايه ومركز ايه ونفوذ ايه؟ مستقبل مضمون مش بس لينا، لباباكي ومحمد. وعامل له ايه يا ممدوح؟ ايه رايك نيجي على نفسنا ونروح للوكاندا؟ كأننا رايحين نودعه وننتهز الفرصة ونكلمه.
يا نهد انت مش قادره تفهميني. ازاي تطلب مني اطلع العباس في اوضته لوحدي؟ علشان تفتحيه في مساله المغرب. لما تيجي منك احسن من لما تيجي مني. وانا هحصلك بعد شويه. اطلع له لوحدي؟ فيها ايدي بس عشان تقدري تقنعيه. اطلع لراجل في اوضته في اللوكاندا ولوحدي؟ اولا دي اوضه بصالون، يعني يقدر يستقبل فيها زوار. ثم مفيش حد عارف انت رايحه فين. وانت راضي بكده؟ يا ستي ده شغلي، فيها ايدي بس. انت عارف كويس فيها ايه، وعارف كويس هو عايز مني ايه. نهد انا مطمن لك، وبعدين ده راجل قد ابوكي. كده اطمن واعتبر نفسك اتنقلت المغرب. واحد ويسكي. نهد هانم بحالها اتنزلت وجات لي. هو ممدوح ما جاش؟ جاي حالا، اصلنا اتفقنا نتقابل هنا. مش معقول هتسافر من غير ما تسلم عليك. اتفضلي. لازم ممدوح باين عليا حاجه. وحصل حاجه
أهلا ممدوح. مساء الخير يا فندم. تفضل. نهيت سبيتك. متأسف اتأخرت. تفضل. احنا اتفقنا نتقابل هنا. كان لازم نسلم على حضرتك قبل ما تسافر. كلك ذوق يا ممدوح. نايد حكت لي على اخبار المجتمع. سلتني. ما هي زي اختك عباس بيه. طبعا. تاخدوا كاس؟ بالمناسبة يا اخ ممدوح، في الحقيقة ان نجاحك هنا والمكاسب اللي حققتها الشركة على ايديك خلتني افكر تمسك مكتب المغرب، ايه رايك؟ اللي تؤمر بيه عباس بيه، انا في خدمتك. وزي ما بيقولوا في السفر خمس فوايد. دول مش خمسه بس، قول عشره، عشرين، دي فوائد السفر ما بتخلصش ابدا. في صحكم، صحتك. مش هنا، في المغرب. أنا هنا مش طايقاك. الجمال ده، انا ما كانش عندي فكره ان البلد دي حلوه كده. انا حبيتها قوي. وانا كمان بموت فيها قوي. عباس اعذريني، مش قادر اشوف الجمال ده وافضل ساكت. عباس، وبعدين معاك بقى، وبعدين معاك يا ناهد، مش كفايه اني بسيب شغلي وبجيلك من اخر الدنيا عشان تعمليني مرشد سياحي؟ مش لازم تفرجني على البلد ولا هتفسح لوحدي يعني. ممدوح ومش فاضي، وطول ما انت مسافر ببقى زهقانه. ما شبعتيش فسح؟
ده مفيش حتة ما شفتهاش. ما هو يا ريت الاقي حاجة انشغل فيها وانت مسافر. حاجة زي ايه يعني؟ لو معايا فلوس كنت عملت مشروع منه اتسلى ومنه ما بقاش تحت رحمة ممدوح. مشروع ايه؟ مثلا افتح بوتيك. انا اتعرفت هنا على كل العائلات الكبيرة وكلهم هيبقوا زبايني. الفلوس مش مشكلة، تحت امرك. انت عارفة ما تأخرتش عليك في اي طلب؟ اي طلب؟ اي طلب؟ يعني لو قلت لك تعين اخويا هنا اول ما يتخرج هتعينه؟ يا سلام، ودي حاجة كبيرة قوي. ده انا خليت ممدوح مدير عام الشركة عشان خاطرك، مش هقدر اعين اخوكي. ولو قلت لك بابا يمسك فرع الشركة في مصر هتوافق؟ مفيش مانع. ميرسي ميرسي يا عباس. والله بيتهيألي ساعات انك بتضحكي عليا. ناهد، انا ما احبش اللي يضحك عليا. بابا عصبي وزعلي وحش. عاد محمد. وين التوكيل عشان بابا؟ عشر تلاف جنيه دفعة من تكاليف البوتيك. ميرسي يا عباس. لسه فاضل مفاجأة تانية. دي أول مرة ما تضحكيش عليا. ومعقول هضحك عليك بعد كل اللي عملته؟ نقلتنا هنا وهتفتح لي بوتيك واديتني عقد محمد وبابا هيمسك الشركة في مصر. كل ده مش مهم، المهم تحبيني أنا. وهو ده مش حب. كنت فين؟ كنت مع عباس بيه، عزمني على الغدا. وما قلتليش ليه من الصبح؟ اسفة، نسيت اخد منك الاذن. وايه البلطو ده؟ هدية من عباس بيه. بمناسبة ايه؟ بدون مناسبة. راجل وعنده ذوق. جالي الجواب من مصر. زيهم كويسين؟ ما فتحتوش طبعا. طول عمرك عندك مبادئ
وما فتحتوش ليه؟ هو في بيتنا اسرار. بعتين بيسالوا على عقد محمد. عملت ايه في عقد محمد يا ممدوح؟ يا ناهد احنا ما بقالناش هنا 3 اشهر. ما تبقاش لطيفة لو افضل اطلب من عباس بيه طلبات كتيرة بالشكل ده. تفتكر هيرفض؟ تفتكر؟ قوم البس يا ممدوح، عباس بيه عازمنا الليلة دي. عازمنا بمناسبة ايه؟ بمناسبة سفره بكرة باريس. أنا مش رايح. بترفض عزومة عباس بيه؟ بقول مش رايح. أنا وعدته ولازم نروح. مش هتخرجي، اعتذري له. الو، اعتذر له انت. الو 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 حظك اليوم ضارب يا عباس بيه. البركة في نايد هانم. اليوم ما شاركتني والحظ معايا على طول. فات بوجو مسيو. ما تحسبناش يا عباس بيه. معاك ايه بوجو؟ يا ربي حظك. طيب. 21. 17. ريان فابري. فانتي هان روج امبيري باس حرد لك يا عزت بيه. 350 دولار ابو مدام. اسمحي تشاركيني الدور ده؟ اسال شريف. فيت فوجو مسيو. اسمحلي بس على شرط، الخساره عليك والمكسب كله له. انا موافق. خلاص يا ستي موز يلا. نمرة 4. بانكو سوي. 4. لو 4. لو 4. بانكو سوي. بانكو سوي. 4 نوار. بيرمان. 350 دولار ابو مسيو. تفضلي. ميرسي. انت فيكي سر. زيرو. ده مش سر. ده سحر. 35. فعلا سحر. Rien ne va plus. هتوحشيني أوي. إيه رأيك لو تيجي معايا باريس؟ أنت ناسي إني متجوزة يا عباس؟ لا مش ناسي. لو وافقتي أنا مستعد أخلي ممدوح يوافق. وبعدين معاك. أقبلكم جميعا، وحشتوني قوي. أنا وممدوح في غاية السعادة، والحظ ملازمنا. عملنا مشاريع ناجحة. بابا مبروك على الشقة الجديدة. وأنت يا محمد منتظراك تستلم الوظيفة الجديدة في المغرب. ماما ما تحمليش هم الفلوس، أيام زمان هترجع وأحسن. انتظروا مني تحويل آخر على البنك. لكم قبلاتي ولكم تحياتي. ناهد. الو، لحظة واحدة. علشانك. الو، اهلا اهلا. انت اللي وحشتنا. ما تتفضل نتعشى سوا. انت اللي عازمنا في المزرعة بكرة. أنا ما عنديش مانع. باي باي. باي.
مين ده؟ عايزة بيبي يسلم عليك. وعايز ايه؟ عازمنا بكرة نقضي طول اليوم في المزرعة بتاعته. بالمناسبة هنتهز الفرصة وهكلمه في المشروع بتاعنا. مشروع؟ مشروع ايه؟ هو انا ما قلتلكش؟ هو انت بتقولي لي على حاجة؟ هو انت معاكي راجل بتعملي حسابه؟ ليه بقى؟ قلتلي على حاجة وما نفذتهاش؟ يا ناهد، الطريق اللي انت ماشية فيه ده هيقضي علينا. أنا بعمل لمصلحتي. لمصلحتنا. ده شغل يا ممدوح. وما تنساش اني ابتديت افهم في الشغل زيك بالظبط. من النهارده مفيش شغل، مفيش مشاريع. وهتقول ايه لعباس بيه؟ وعباس بيه ماله مال الحكايه دي؟ ما هو المشروع تمويل عباس بيه. نأجل الزياره دي اليوم تاني. انا عندي اجتماع بكره ومش هقدر اروح. خلاص، هروح انا. لوحدك؟ لما تخلص الشغل بحصلني. مشروع عظيم. أنا سعيدة إنك شجعتني. كان يهمني رأيك. بس أنا مش مستعدة دلوقتي. أنت عارف مشروع زي ده محتاج فلوس كتير. وأنا حسابي في البنك 7000. فبفكر إني أرهن، أستلف، أبيع. تبيع إزاي؟ تسمحي لي أكمل الفرق ده؟ أنا أعتبره شرف كبير لي. صحتك. في صحتك. بس أنا مش ممكن هقبل مبلغ زي ده إلا إذا كنت شريكي. ما احنا هنبقى شركاء وهنكون مع بعض إن شاء الله. دايما مع بعض. أنا أعبدك. وبعدين يا شريكي، في صحة مشروعنا. في صحة مشروعنا. الو ناهد، كنت فين؟ الحمد لله على السلام. انا وصلت النهارده وغلبت اتصل بيكي. عملنا رحله تجنن انا وممدوح. انا عندي ليكي مفاجاه هايله. لا مش هقولك عليها، لما تيجي دلوقتي هتعرفيها. دلوقتي ما اقدرش، انا تعبانه. نتغدى سوا بكره. أنا عندي فكرة مشروع عايز أكلمك فيه. هنتكلم في الشغل بس. بكرة الساعة 12. باي باي. ممدوح، أنت كان حلمك تمسك مكتب الشركة في المغرب، وأنا ساعدتك في كده. دلوقتي أنا هوصلك باريس. ايوه يا عباس، انا اتاخرت ونازله حالا. انا عصام. مين عصام؟ ايوه يا ناهد.
مش ممكن. جيت امتى؟ انت فين؟ انا بكلمك من قدي. استناني عندك، انا جاي لك حالا. ومرت أيام وشهور وسنة، وصورتك ما بتفرقش خيالي. حطيت همي في المذاكرة ونجحت بامتياز، اشتغلت معيد سنة، وبعدين رشحوني البعثة لفرنسا. عرفت إنك في المغرب فصممت أجي أشوفك قبل ما أسافر باريس. هتسافر بكرة؟ بكرة في طيارة الساعة 5 بسرعة كده. إن كان علي عاوز أقعد هنا على طول. أدي كل أخباري. وإنتي عاملة إيه في جوازك؟ أنا اتغيرت، شفت حاجات كتير. سعيدة؟ سعيدة؟ معرفش، ساعات بحس إني سعيدة وساعات تايهة. تايهة يا عصام. دي أول مرة أحس إنك بيتي بتاعتي كلك ليا. ما اقدرش يا عصام. انت ما تعرفش انا اتغيرت ازاي وشفت ايه. الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش فيا هي حبنا. مش عايزه حبنا يتغير. انت قلت لي مره ان حبنا في دمنا، وانا متهيألي لو سبت نفسي هسيح دمي، هضيع حبي، هيبقى حبنا مجرد بوس وحضان راجل وست. صدقني يا حصان وساعدني. ناهد، ناهد، انا زمان ما كنتش قادر اوعدك بالجواز لاني ما كنتش عارف مستقبلي. النهارده اقدر اوعدك بالجواز لاني بقيت في حاله تضمن لي ايامي. انا النهارده ما اقدرش اوعدك بالجواز، ما اقدرش. انا تعذبت كتير قوي، ما بقاش في حاجة حلوة في حياتي بسعد بيها اللي حبنا، وعشان حبنا يفضل نضيف لازم نفضل زي ما احنا. ازاي ناهد؟ انا عشت طول عمري بيكي وليكي. انا نجحت علشانك وجيت المغرب علشانك. ناهد، أنا حاسس إني أخطأت في حقك، ودي فرصتي عشان أكفر عن خطأي. نتجوز يا ناهد، نتجوز ونسافر ونعيش بعيد عن الناس. أنا خايفة على حبنا ما يبقاش في دمنا، يبقى في الأرض. إنسان يا عصام، أنا هسيبك، هسيبك وحبك في دمي هيفضل معايا جوه عروقي. هسيبك لأن حبنا ما يقدرش يعيش إلا جوانا، ما يقدرش يعيش على الأرض. ناهد،